بكل فخر واعتزاز بالانتماء للوطن وبروح الوطنية عالية، ينطلق المركز الدولي للدفاع عن الحكم الذاتي للصحراء المغربية كآلية دبلوماسية استطاعت أن تجمع المغاربة في كل بقاع العالم خدمة للقضية الوطنية، مجندين بكافة من شمال المغرب إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، مؤازرين العالم من خلال الفروع الجهوية عبر جهات المملكة والفروع الدولية للمركز عبر استراتيجية ترافعية واستباقية لحج التأييد الدولي وتعزيز عدالة قضيتنا الترابية، مجندين وراء صاحب الجلالة ملك محمد السادس نصر الله، مدافعين عن وحدة مملكتنا الشريفة بكل روح وطنية عالية. حضرنا اليوم بمناسبة الجمع التأسيسي لجهة الرباط سلا القنيطرة، وتم الحمد لله انتخاب السيد مولاي إدريس الوزاني كرئيس لجهة للجهة المذكورة، وأتمنى له بهذه المناسبة التوفيق في مسيرته النضالية، وهذا يعتبر بمجرد ليس بتشريف بل تكليف أكثر مما هو تشريف، فنتمنى له التوفيق في مسيرته النضالية كما قلت، ولن نخاف لأنه من أبناء المناضلين الكبار الشرفاء مولاي العربي الوزاني رحمه الله، والله ولي التوفيق. نحن اليوم جد فخورين في هذا اليوم المبارك، حيث تم تأسيس التنسيقية الجهوية للمركز الدولي للدفاع عن الحكم الذاتي بالصحراء المغربية، وهذه الخطوة تجي في إطار تجاهد تضافر الجهود بين جميع الشركاء وجميع الفعاليات سواء المحلية أو الوطنية أو الجهوية، وتنتمنى من الله أننا نكون عند حسن محمد السادس نصره الله لكي نصل إلى بهذا المركز إلى خدمة قضيتنا الأولى القضية الصحراء المغربية. وبه وجب الإخبار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله احنا فرحانين بأنه جينا عند الأخ الوزاني، وفرحة كبيرة لنا بزاف وفرح زعما بالنسبة عائلة رحبات بينا، والحمد لله الله يرحم الوالد ديالو وسعى عليه، والحمد لله نزيدوا القدام ان شاء الله. الصحراء دائما مغربيه، والله الوطن والملك. اليوم اجتمعنا الحمد لله في دار المرحوم مولاي العربي الوزاني رحمه الله من اجل تاسيس التنسيقيه للمركز الدولي للدفاع عن الحكم الذاتي بالصحراء المغربيه، وهذه الجمعيه او التنسيقيه الهدف ديالها هو ماشي الهدف ديالها هو في الحقيقه جاء كتكملة المجموعة ديال المؤسسات والجمعيات اللي كتقوم بواحد الدور مهم، دور في الوساطة ودور في الدفاع عن الوحدة الوطنية. والتأسيس ديال هذه الجمعية جاء بناء على واحد المجموعة ديال طلبات ديال الإخوان في اللجنة الوطنية أو في المركز الوطني، من أجل إعطاء واحد الإشعاع وطني لكل الجهات، حيث سيتم تأسيس تنسيقيات أخرى بالجهات المغربية الأخرى. فالدفاع على الوحدة الوطنية هذا واجب وطني أولا قبل ما يكون أي حاجة. الوحدة الوطنية هو شعارنا جميعا، هو قضيتنا جميعا. فالوحدة الوطنية هي مسألة نابعة منا ومن تاريخنا ومن كياننا، هذه الجمعية الأهداف ديالها هي أهداف نبيلة، الدفاع عن الوحدة الوطنية، مساعدة الدولة في إيجاد بعض الحلول أو باقتراحات من أجل الوصول إلى الغاية التي هي تثبيت مكتسباتنا والتنمية الشاملة التراب الوطني وفي ذلك المنطقة الجنوبية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.